سلام اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع العطله؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، فيديو غادي يكون يرضي الطرفين اللي كيبغيو الجوالات واللي كيبغيو ويقام في الكوزينه. كيف ديما غادي نشارك معكم طريقه جد مبسطه في مقادير سهله جدا تاع حلوه ريش بوند او لاغاتو ريش بوند. ان شاء الله غتشوفوه في اخر الفيديو. اما في الاول فغادي يكون ان شاء الله جوله في ليدل، لي بروموسيون اللي عاملين. بالنسبه للاخوات اللي دائما كيقولوا وي ام حط لنا لي زادريس، فانا دائما كنحطهم في اول الفيديو، يعني مين يبدي الفيديو غادي تشوفوا تما. غادي نكتب لكم معنا بلاصه هاد ليدل، والبارح راني حطيت لكم اكسيون ديال ترنات هي اللي حطيت فيها الجوله. فقبل ما نبدي هذا الفيديو كنشكركم بزاف بزاف على لي كومونتير ديالكم، على الدعم ديالكم، على لايك ديالكم، وايضا كنشكركم بزاف على لي كومونتير اللي قالوا ام توالفنا كل يوم تحط لنا فيديو. فاخواتي صراحه من الانسان كيكون قادر وصحه ديالو يعني قادر، غادي يعطيك واحد الخاطر انك تبارطاجي وتفيلمي، وراكو عارفين الفيديو كيديو يعني واحد الوقت كبير. ومن النهارات اللي الانسان كيكون عيان تيختو هاد لا بيريود ديال البرد، صراحه دينا دقه صحيحه تاع البرد. الحمد لله دابا الحمد لله شويه الانسان كيتحسن شويه بشويه، خاصه الامهات يعني ما عندهمش الحق يمرضوا. واخا كتحسي براسك وجعك وفيك ديك ضربات تاع البرد، كتقولي نوض ندير هادي وندير هادي وندير هادي، لان عارفه الا انت ما درتيش داك الشغل راه ما كاش اللي غادي يجي بلاصتك يديره. وبالنسبه للاخوات اللي يسولوا على لي فيديو كيقولوا وي ام بارطاجي معنا جوله في الدار ديالك، جوله في هذه المهم يعني كيجيو بعض لي كومونتير كيبغيو يعرفوا كيفاش الدار ديالك دايره. وهذه ديجا انا حطيت لكم بزاف لي فيديو في الاول ديال القناه، ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات جايه ان شاء الله غادي يكونوا في الدار ديالي، ولكن على حساب اللي نقدر انا نبارطاجيه. راكو عارفين اليوتيوب والسوشيال ميديا ماشي اي حاجه تبارطاجا فيه، مع احتراماتي لجميع القنوات اللي كيديروا اليوميات الروتينات ديالهم وداكشي. انا يعني هكا نبارطاجي الحاجه اللي الناس غادي تستافد منها. واخا كتشوفوني كنبارطاجي الجوالات، فهادو بزاف الناس اللي هنا عايشين في بلجيكا راه كيستافدوا من هاد الجوالات، منهم الاخوات اللي يلاه جاوا لبلجيكا ما كيعرفوش فين يمشيو، ما كيعرفوش الاثمنه، ماشي بحالنا حنايا الوقيته اللي جينا فيها ما كانش بزاف اليوتيوب، ما كانش بزاف دي يوتيوبرز هكا اللي يديروا جوالات، ما كناش نعرفوا الاثمنه فين حاجه رخيصه فين، يعني كنعرفوا البلايص اللي بحال مثلا الماعن كنمشيو ديريكت الايكيا ولا ميزون دي موند ولا يعني البلايص اللي شويه غاليين، ماشي كيما دابا ولينا نعرفوا بزاف البلايص. ويعني واحد الفيديوهات واخا كاين الناس اللي كيقول لك زعما ما كنستافدوا منهم والو ولا، ولكن الناس اللي عايشين هنا في اوروبا راه كيستافدوا منهم. وبالنسبه لي فيديو ديال الروتين وديال الدار وهذا، فكاين شي حوايج كنقدروا نبارطاجيهم، انا بالنسبه ليا شخصيا نقدر نبارطاجيهم في القناه ما عندي حتى شي مشكل، وكاين شي حوايج اللي كنخليهم لافي بريفي ديالي، يعني راه ماشي كلشي كيتحط في اليوتيوب، يعني كما قلت لكم مع احتراماتي بزاف القنوات اللي كيحطوا هذاك الشيء كامل، يعني الحياه ديالهم كلها في اليوتيوب. كل كتبقى داك الشيء حريه شخصيه، وكل واحد والسيستم اللي متبعو في دارو، والحاجات اللي عنده ممنوعه والحاجات اللي عنده مسموحه، يعني راه ماشي كلشي كنحطوه في اليوتيوب. كنتمنى الاخوات اللي متبعيني يتفهموا هذا الموضوع، لان جاوني بزاف الطلبيات وي ام بارطاجي معنا الشومبره ديالك، بارطاجي معنا هذه بارطاجي، فهاداك الشيء كيبقى بريفي، يعني ما نقدرش انا نبارطاجيه في اليوتيوب. بحال بيت ولادي بارطاجيتها معكم الصالون، باقي لا كويزين اللي بزاف كيجي عليها الطلب كيقولوا ام دير لنا جوله في المطبخ ديالك، ان شاء الله اكيد غادي تكون جوله في المطبخ، ما كان حتى شي مشكل. بحال الصالون ما كان حتى شي مشكل، ولكن شومبرا كوشي فكتبقى هذيك خصوصيات او حياه شخصيه نتاع الانسان، يعني ما كتبارطاجاش لا في اليوتيوب ولا مع الناس اللي هكا تعرفيهم. كنتمنى هاد الشيء تكونوا زعما تاكسبتيو مني، وكنشكركم بزاف للتفاهم ديالكم. خليكم مع تكمله الفيديو باش نتلاقاو باش نقدم لكم الطريقه والمقادير نتاع حلوه ريش بوند. Thank you.
فهنا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 3 البيضات، كاس معمر تاع السكر سنيده، واحد فاني، معلقه صغيره ديال خماره الحلويات، والفرينه حسب الخليط. غادي نبديو بالنسبه نخدمو الزبده مع سكر فاني، وغادي نخدمو مع كاس ديال السكر اللي ما عامرش. بالنسبه للفرينه او الدقيق فهو غادي يكون هنا عبرت انا 600 غرام. غادي من نكمل نقول لكم شحال دخلت لي في المقادير. هنا اخواتي غادي نضيف 3 البيضات، من الاحسن يكونوا بحراره المطبخ. وهنا غادي نضيفو خميرة الحلويات معلقة صغيرة. نضيفو الفرينة بالتدريج شوية بشوية باش ما لحقاش، ما خصش الخليط ديالنا يكون قاصح باش تجي الحلوى هشيشة. بزاف الاخوات كاين اللي كيضيفو لها الزيت مع الزبدة كتجي اقتصادية، ولكن انا كنفضل انها تجي غير بالزبدة. هنا اخواتي من بعد ما جمعت الخليط هذا هو القوام ديالها، خصها تجي شويه تلتصق في اليدين باش تجيكم كيما قلت لكم هشيشه. هنايا درت كيما كتشوفوا ورق الفرن، نورمالمون كم داري كان عبر يعني بالميزان باش يجيو مقادين، ولكن راكم عارفين مع الدراري في الدار قلت راه في سفي سان كيما راكم تشوفوا ولدي معاوني هنايا يد بيد. صافي هنايا درت هاد جوج صينيات باش ندخلهم الفران. في هذه المرحله راني مسخنه الفران على 180 درجه من الفوق ومن التحت كيما شفتوا البروغرام، مشغله ديك الفرفاره ودايره له 180. كنحط الصينيه الاولى في الرقم الاول، غادي تشوفوا معايا الارقام فين كاتبينهم، والصينيه الثانيه كنحطها في الرقم الثالث. كاتبين الارقام فين تحطوا الصينيات، هذا بالنسبه للاخوات اللي عندهم الفرن بحال ديالي. هنا بالنسبه من بعد ما خرج انا خليته شويه برد، كتشوفوا كيفاش كيجي، كيجي هكا لون ذهبي. هنايا درت شويه ديال الكونفيتور مع شويه ما زهر، ودرتو شويه يسخن في الميكرو اوند، ودرت نواه كوكو لان راكم عارفين الكونفيتور خصو يكون سخون باش يتشرب في الحلوه. صافي اخواتي سواء ديروا غير من الراس ديالو يعني في الوجه ديالو كونفيتور نواه كوكو، انا كتعجبني الطريقه التقليديه انني نغطس كاع الحلوه ونديرها من بعد عاد نديرها في نواه كوكو. وهنا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا او كاطو ريشبوند، كيجي زوين بزاف. بغيتو ديرو حبه مع حبه تلصقوه، داكشي كيبقى اختياري، انا كيعجبني هكا. غادي تلاحظوا معايا درت الحبات شويه كبار حيت كيعجبني الحلوه كبيره، كيعجبني داك الصغير، وكيجي هشيش بزاف. كيبغيو الوليدات الصغار والكبار والناس تاع الكبار، هذه محبوبه الجماهير. كنتمنى تعجبكم، ما تنساوش انكم تجربوها تبارطاجيوها معايا في الانستغرام اللي هو موند دوي ام. انا غادي نقول لكم راني وصلت لنهايه الفيديو، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش لي لايك كيف ديما، وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء. نستنى التطبيقات ديالكم على الانستغرام كيما قلت لكم موند دوي ام. الى اللقاء، الى فيديو جاي ان شاء الله، احبكم في الله.